أهلا بكم من جديد. افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل في نسخته التاسعة، والذي تنظمه شركة ميدبوينت لتنظيم الفعاليات خلال الفترة من الثالث إلى الرابع من شهر فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الجهات التعليمية والتدريبية وجمع من المؤسسات والشركات الخاصة. ويقدم هذا المعرض فرصا تدريبية وتعليمية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى 300 وظيفة خصصت لخريجي الثانوية العامة والجامعين الباحثين عن عمل. المعرض يتيح الفرصة للطلاب من مختلف المراحل لزيارة المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وأيضا الجامعات يعرضون برامجهم ويعرفون الطلبة حول نوعية المؤهلات المعتمدة المطلوبة في سوق العمل ومعاهد التدريب أيضا. فهذه من أهم الخطوات الحقيقة اللي تقرب بين الطلاب وبين أولياء الأمور وبين الفرص المتاحة في التعليم والتدريب والتوظيف. فدائما كل ما زارت هالنوع من الأنشطة كل ما تضيق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل واحتياجات وتطلعات الشباب. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1794 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل لهذا الإصدار. أعلن سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية أن صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين يواصل في عامه الرابع تأثيره الملموس في دعم مستوى المتوسط اليومي لقيمة التداولات في بورصة البحرين، حيث وصل هذا المتوسط إلى 1,121,000 دينار بحريني في عام 2019 بزيادة 4 أضعاف منذ طرح الصندوق عام 2016. وقال الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال في سيكو فاضل مخلوق إن الصندوق نجح في تحقيق تأثير إيجابي هائل على بورصة البحرين، وإن زيادة نسبة المشاركة مقارنة بالعام الماضي هي دليل واضح على دور الصندوق كمزود للسيولة. تستضيف مملكة البحرين قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال الفترة من 8 إلى 9 من شهر أبريل القادم، وسوف تسلط هذه القمة الضوء على ريادة التكنولوجيا المالية الفينتك في المملكة. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد نزار معروف عمر المدير العام للمساعد لتطوير الأعمال والتسويق والابتكار في شركة بنفيت. مساء الخير سيد نزار، وفي البداية ما هي القضايا الاستراتيجية التي تواجه المدفوعات الإلكترونية؟ وهل تعتقد بأن المدفوعات الإلكترونية سوف تلغي طرق الدفع التقليدية على المدى البعيد؟ مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم وعلى مشاهدينا الكرام، وشكرا على استضافتنا لإلقاء الضوء على الفعالية وبعض الإشارات المهمة حول التحول للمدفوعات الإلكترونية.
طبعا تأتي مشاركتنا في مؤتمر قمة المدفوعات الإلكترونية اللي تنظمها شركة الإيست ميد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، يعني دلالة على أهمية موقع البحرين كمركز ريادي مقيم في التكنولوجيا المالية والاستفادة من الخبرات الدولية الزائرة والممارسات الدولية في هذا الشأن والتعريف أهم الممارسات. طبعا هناك مواضيع كثيرة سوف تطرح على هذه القمة، يعني من ضمنها موضوع التوافق على آليات تداول العملات الرقمية المشفرة. اليوم هناك أمور كثيرة لها علاقة بالجوانب الأمنية، لها علاقة بالتكييف القانوني وحماية التداول. يعني هذه الأمور في مجال تداول العملات الرقمية أصبح من الأمور المهمة التي يجب أن يعني يكون في هناك توافق في هذا الشأن. أيضا هناك موضوع الالتزام بالمعايير الدولية الموحدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية، قوانين المصرفية المفتوحة، التعامل مع اللاعبين الجدد في مجال المدفوعات الإلكترونية. الكثير من الشركات الضخمة اليوم على الرغم من هي طبيعتها غير مالية مثل أبل باي، فيسبوك، ليبرا، علي باي بدأوا في يعني في عمليات المدفوعات الإلكترونية على الرغم من هي تصنيفا غير خاضعة للسياسات النقدية في هذه الدول، وبالتالي لابد من يعني معرفة كيفية التعاطي مع اللاعبين الجدد في هذا المجال. أيضا من ضمن الأمور المهمة اللي تناقشها القمة الاستراتيجية موضوع دور التكنولوجيا الحديثة في إعادة هندسة العمليات المالية. مثال ذلك إدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية والتكنولوجيا المالية، معالجة البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، التحقق عن بعد والتحقق بالهوية أو من خلال ما يعرف البيانات الحيوية البيومتريك. كل هذه المواضيع يعني بتكون موجودة على طاولة المؤتمر أو القمة إن شاء الله. السيد نزار معروف عمر المدير العام المساعد لتطوير الأعمال والتسويق والابتكار في شركة بنفت، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن مشاهدينا أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى أسواق المال، وفي نهاية تعاقدات هذا اليوم بورصة البحرين أقفلت على تقدم نسبته 17% مغلقة التداولات عند مستوى 1662 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 2,654,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 689,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على سهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل مشاهدينا إلى باقي البورصات الخليجية، وكما نشاهد السوق المالية السعودية أقفلت على تراجع بنسبة 0.55% بإقفال عند مستوى 8112 نقطة. بورصة الكويت أقفلت أيضا على تراجع عند مستوى 6976 نقطة. سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت أكبر الخاسرين في ختام تداولة اليوم بتراجع بنسبة 0.77% بإقفال عند مستوى 5076 نقطة. ونلاحظ أن سوق مسقط الأوراق المالية يواصل الأداء الإيجابي لعدة جلسات متتالية ويرتفع في نهاية إقفال اليوم بمستوى 0.56% ويقفل عند مستوى 4115 نقطة في نهاية تداولات اليوم. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في المنطقة الواقعة بين جبل علي وسيح السلسديرة بمخزون يقدر ب 8 تريليون قدم مكعب.
وشهد سعادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسعادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين أدنوك وهيئة دبي للتجهيزات تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إماراتي أبو ظبي ودبي. دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد. وقالت الحكومة اللبنانية الجديدة في بيان إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا. وجاء في البيان أنه لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم تقوم الدولة بتخفيض الفائدة على القروض والودائع، وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. مخاوف انتشار فيروس كورونا تؤثر سلبا على جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية. اقترح المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرغ رفع الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويا. وتقدر حملة بلومبرغ الانتخابية أن الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. وتتشابه مقترحات بلومبرغ مع مقترحات المرشح المعتدل جو بايدن. أعلن كبير المفوضين الأوروبيين ميشيل بارني أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد البريكزيت، لكنه سيطالب بشروط مشددة فيما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية. وقال بارني إنهم على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابا تاما للرسوم الجمركية، محذرا من أن بروكسل لن تقبل بميزات تنافسية غير منصفة. ومن جهة أخرى أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الذي توصل إليه الطرفان قبل البريكزيت. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره الاقتصادي في موجة بيع بأولى جلسات التداول في سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمري الجديد، ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 393 مليار دولار. وهبط مؤشر شنغهاي المجمع بنحو 8% في أسوأ أداء ليوم واحد في أكثر من 4 سنوات، كما وانخفضت قيمة اليوان عن مستوى 7 يوانات للدولار. وسجلت السلع المتداولة في شنغهاي من زيت النخيل إلى النحاس أكبر نسبة هبوط مسموح بها.